السلام عليكم، مرحبا يا قوم، اهلا وسهلا بكم. عبد الهادي معكم من امام العدسيه، ان شاء الله تكونوا بكل صحه وعافيه رب. رجعت لكم اليوم بهذا الفيديو لنحكي عن موضوعين كثير مهمين، هن بالاخير لنفس الموضوع بس مختلفين شوي نوعا ما. اول شيء رح نذكركم انه نحن بشهر 10 وما ادراكم ما يحصل بشهر 10 مشان تامين السيارات، ورقم 2 رح نحكي عن شيء اسمه زوندا كونديون كمان بخص تامين السيارات. فلذلك خلينا نبلش ونذكركم انه نحن هلا بشهر 10 ومعنا ل 30/11 للاشخاص اللي بتغير تامين السيارات، عقد تامين السيارات الخاص اللي عندها، للاشخاص اللي عقدها بينتهي ب 1/1 مع وقت ل 30/11 لتغير هذا العقد. وانا دائما بنصح انه الواحد يغير حتى يشوف لعل وعسى عقود تكون ارخص، خاصه بهذا الوقت اللي نحن قاعدين فيه وكثير الغلاء عم يزيد بكل شيء. فلذلك مو غلط انك انت تدور على عقود تكون ارخص بشركات منيحه. فلذلك انا كل سنه الحمد لله رب العالمين بنصح وبرجع بنصح بهذا الشخص لانه التجارب دائما عم تكون معه ايجابيه. صديقي مصطفى المليس بيشتغل بشركه زيجنال ايدونا، طبعا غنيه عن التعريف، هي الشركه هو انشبرخ بارتنر، يعني لما انت بتتواصل معه ليس سمسار بل هو موظف معتمد عند هي الشركه، بيساعدكم بموضوع عقود تأمين السيارات وأي عقود أخرى. بس هلأ نحن عم نحكي عن تأمين السيارات لأنه الموضوع هلأ تازة ولازم أنك أنت تفكر أنك تغير تأمينك لو بدك تغيره. مثل ما ذكرنا التعليقات دائما كانت إيجابية من السنوات السابقة اللي عملت الفيديو. مصطفى بيشتغل بهي الشركة، بتوصيف الفيديو بتتواصلوا معه عن طريق الإيميل أو عن طريق التليفون، بيشتغل من نهار الاثنين لنهار الخميس بهي الأوقات الموجودة تحت. وطبعا كمان قال لي اذا في شيء لا سمح الله بايام السبت والاحد بتقدروا انه تتواصلوا معه لو في شيء خاص جدا، في لا سمح الله حادث او محتاج رقم مشان انت تسجل السياره نهار الاثنين، ممكن يصير هذا الشيء. وبشكل عام لما انت بدك تغير تامين السياره بتحتاج فقط الفارتسوك شاين، لازم انت تبعتها للشخص اللي عم يدور لك على عقد تامين، على اساسه بيقدر هو يحدد لك قديش المبلغ يلي لازم تدفعه سنويا او شهريا لتأمين السيارة الخاص فيه. أما الجزء الثاني من الفيديو الذي لا يقل أهمية أبدا عن الجزء الأول، رح نحكي عن الزوندا كونديونج اللي هو أنت بيحق لك تساوي إلغاء للعقد لسبب خاص بدون ما تلتزم بالكونديونجز فريست. مثل ما الكل بنعرف أي عقد بألمانيا أنت بتساوي في عندك فترة إلغاء للعقد، إذا تجاوزتها فخلص بيتمدد العقد. ففي عندك سببين خاصين جدا بتأمين السيارات بيحق لك أنك أنت ما تلتزم بالكونديونجز فريست وتلغي بشكل فوري، اللي هو رقم واحد قاعد بأمان الله إجاك بريد من شركة التأمين الهافت بفليش أو هاوس رات أو حتى تأمين السيارة، قالوا لك أنه نحن بدنا نغلي التأمين، وهذا شيء اسمه باي تراك أم باسونج، يعني هن بدهم يساووا سعر مناسب للوضع الحالي اللي نحن حاليا قاعدين فيه وعم تزيد الأسعار، فهن قرروا أنه يغلوا سعر التأمين. لما يصلك هذا البريد أنت معك فترة شهر حتى تلغي العقد تبعك، وبيكون هذا الشيء طبعا مكتوب بالبريد اللي وصلك، مو ضروري انك انت تلتزم بالكونديونجز فريست. من تاريخ اصدار هذا البريد معك 30 يوم او 4 اسابيع شهر زود سوزاغن اذا جاز التعبير، بتقدر انك انت تلغي العقد بدون ما تلتزم بالكونديونجز فريست. اثنين، على سبيل المثال انت صار معك حادث لا سمح الله، الله يحمي الجميع ويبعد عنا وعنكم الشر دائما، صار معك حادث، اجت شركه التامين قالت لك انا ما حادفع لك وما حغطي لك تكاليف هاي الحادث، روح انت دبر راسك، وهذا الحادث بيخضع مثلا لقانون التايل كاسكو، مع انك انت عم تدفع تايل كاسكو ومتاكد انه شركه التامين ما بيحق لها انه ما تدفع هذا المبلغ. رحت لعند محامي عملت بيراتونج قال لك لا لازم شركه التامين تدفع، وبقيوا هن مصرين انه ما حيدفعوا. بهي الحاله يحق لك انك انت تلغي العقد بشكل فوري تحت هذا المسمى. في كتير اشخاص ممكن ما تكون بتعرف هاي الحالات، هي الشرح يطول بس نحن حكيناها بشكل مختصر لتعرف العالم بالضبط اذا لا سمح الله صار مع هيك شيء انه بيحق لها هي تلغي العقد، ولانه دائما المعلومه لازم نحن نعرضها بشكل كامل، صورت هذا الفيديو اكسترا لناكد على شغله كتير مهمه. على سبيل المثال انت صار معك حادث وعوضتك شركه التامين بجزء او بمبلغ معين، وهذا المبلغ انت ما عجبك، يحق لك على حسب استثناءات معينه، طبعا كل قانون فيه استثناءات، ممكن حالات تزبط وحالات لا، يحق لك انك انت كمان تفسخ العقد وتساوي كونديونج زوندا كونديونج، لانه المبلغ اللي انت اخذته من اللايستون خلينا نقول على سبيل المثال ما عجبك او ما حسيته انه هو كافي بعد ما عملت استشاره محامي، قال لك انه هذا المبلغ انت ممكن يطلع لك اكثر. هون بحق لك كمان انك انت تلغي العقد بضمن استثناءات معينه. وطبعا لا تنسوا الجزء الاول من الفيديو، اذا انتم بدكم تغيروا تامين السيارات تبعكم والعقد الموجود حاليا عندكم، تواصلوا مع مصطفى تحت الارقام الموجوده تحت الواتساب بالاوقات الموجوده، ان شاء الله بتستفيدوا. ديروا بالكم على بعض، حبوا بعض ولا تزعلوا بعض. كان معكم امام عدسي عبد الهادي، وهلا حقلكم السلام عليكم.